خلينا نشوف حلاوه الجبنه ايه الاخبار وازاي نقدر ان احنا نعملها بجبنه تشيلل، ممكن نعملها بجبنه عكاوي، ممكن نعملها اسهل حاجه جدا الجبنه الموتزاريلا. هنجيب جبنه موتزاريلا ونبدا ان احنا نشتغل بيها. كوبايتين اتنين من الميه، تمام، معلقه خشب اللي هنبدا نشتغل بيها، دي المعلقه الخشبيه اللي هنبدا نشتغل بيها، واحط عندي الكوبايتين اتنين من الميه، واقوم حاطط عليهم السكر اهو، كوبايتين ميه، كوبايه وربع من السكر، يتحطوا كده مع بعض ونبدا اللي احنا نقلبهم مع بعض لحد ما نعمل شربات زي الشربات الخفيف بالظبط. نقلب يا باشا تقليبه محترمه لحد ما يبدا يغلي مع بعضه، وبعد كده بقوم حاط عندي ماء الزهر وماء الورد. عايز تحط ميه الورد بس لوحدها ماشي، عايز تحط ميه الزهر لوحدها بس ماشي، الاتنين مع بعض شغال. شويه صغيرين وما نكترش عشان ما تمررش معايا الحاجه. احنا بنعملها بالطريقه البيتي على فكره. حلاوه الجبن ديت ده موضوع وتاريخ كبير، واخد بالك؟ لا ده موضوع كبير فعلا، وبتتعمل بنوع جبنه معين، وبتتهوى التهويه بتاعتها لو شفتيها اصلا، شفت الصنعه بتاعتها الصح، ده بتتهوى على صينيه كبيره وبتعمل كده نص دايره، يعني لها بصراحه صنعه معينه. انا شفتها في مره لما كنت مسافر السعوديه والناس بيعملوها، الحلواني بيعملها، لا كانت صعبه بجد، لكن احنا بنعمل حاجه بيتي وسهله، فاهم ازاي؟ تديك الطعم الجميل اللي انت محتاجاه فعلا، هتلاقيه موجود ان شاء الله في اللي احنا بنعمله ده. هنا سميت البسبوسه، بعد ما الشربات بدا يغلي معايا بقوم حط عندي سميت البسبوسه، يبدا اللي هو الحبايات بتاعه السميطه تبدا تفتح معايا. الحبايه بدات تفتح ازاي؟ بلاش انت يا مونتي. بص يا باشا، ادي سميت البسبوسه بدا ليه استوى معايا، نبدا نقلب 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 بسرعه، تمام، لحد ما تستوي معايا. بعد ما استوت معايا صميت البسبوسه تمام يقوم واخدين. بص يا باشا بقى خلاص، بص صميت بقى عامل ازاي، الله، يقوم واخدين عندنا الجبنه الموتزاريلا وحاطينها يا باشا حوالي كوبايتين اتنين. اصحى للقلبان. ونقوم بعدين بقى على النار. يبقى انتوا السبب. بص يا باشا بقى، بص العرق، بص العرق. اصحى للكلام. اصحى للكلام. بص الكلام. بص 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 حلاوة الجبنة. بص يا باشا الجمال، هنفضل نلعب طول النهار كده. اهي. بص الأستاذ جمال بيقول لي إيه؟ بيقول لي دي والله بيقول لي دي تحط على صينية الكوسة. لازم العرق اللي حضرتك كده شايفينه. بعد كده بنبدأ نجيب عندنا الكيسين اتنين، نبدأ نحطهم زي ما حضرتك كده شايفين، الكيسين مفتوحين تمام، ونبدا ان احنا نفردها، ناخد نص الكميه نفردها. بسم الله. بص يا باشا عامله ازاي، تقوم واخده عندك معلقه زيت صغيره جدا او شويه ميه، الموضوع منتهى السهوله والله، يعني حاجه سهله جدا. تجيب الميه وتبداي اللي انت تفردي بيها، وبعد كده نبدا اللي احنا زي ما قلت لك بقى، التهويه بتاعتها تبقى على صينيه، تبقى صينيه كبيره كده واذان كبير محطوط والصينيه عليها من فوق، موضوع كبير، لكن احنا بنعملها بيتي. فبقوم جايب كيس تاني تمام، نقوم ايه، بص عامله كده جمدان، الله، مزاج رايق، تطلعي احلى شغل في الدنيا. اظن مفيش اسهل من كده، عامل لي كل حاجه على الهوا، عملت لك العجينه وقمت حاطها لك
فردناها دلوقتي واخده ماء الورد وماء الزهر الجميل والريحه الجميله، نبدا ناخدها كده ونحطها على صاج وندخلها الثلاجه. تمام؟ بعد ما نحطها في الثلاجه نقوم مطلعينها ونبدا نلفها بالقشطه والفستق. نجيب بقى قشطه بلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط القشطه البلدي هنا في النص. بعمل حاجه بيتي سهله جدا لاي ست بيت تقوم تنفذها ان شاء الله وتعملها. تقوم واخداها ونكبسها كده رول، ونقوم جايبين عندنا السكينه تبقى في ميه سخنه وقاطعين. حلو الكلام اهو، السكينه زي ما اتفقنا في ميه سخنه. بص يا جمال، بص يا خالد جمال، واخده اللون، واخده القشطه من جوه ملبن لوز اللوز كده وانت بتاكليها. ناقص ايه بقى؟ ناقص تقوم جايبين الطبق المحترم ده ونبدا ناخدها ونرصها. احلى حلاوه جبنه ان شاء الله تعمليها النهارده وتقدميها على السفره بتاعتك. انزلي بس تجيبي حته القشطه والباقي كله سهل. تمام؟ بص بقى، بص بص اللي جاي ده بقى يا باشا، ايه شويه فستق صغيرين كده عليها من فوق. لازم مش قادر اوصف لكم المتعه بتاعت الايه اللي انت تشتغلي في حلاوه الجبنه دي قد ايه، ولما تطلع معاكي كده مظبوطه وناعمه كده، فاهمه ازاي؟ مش قادر اوصف لك بجد الحلاوه بتاعتها بتبقى ماشيه ازاي كده. يعني تقدري تاخدي حلاوه الجبنه دي طبعا وتحشي بيها الكنافه. واقول لك على حاجه، شوكولاته قابله للدهن ينفع طبعا. الله عليك والله على التفكير. كنا عايزين شويه شربات تقيل بارد، شويه شربات تقيل بارد بس، هو كتر الف خيركم. القشطه حطيت عليها فستق تمام، وهي من جوه كده، وتقوم ايه واخداها ولفاها. كله يقوم النهارده يعمل حلاوه الجبنه. دي بص يا باشا اهي. يلا باشا، شكرا يا استاذ ياسمين، ربنا يكرمك. ناخد عندنا شويه فستق صغيرين اهو، تمام التمام. نشيل دي بقى خلاص. بالكيس يا باشا، بالكيس التلاجة، انت بتعمليش اي حاجة خالص اهو. تقوم ضاغطين ضغطة كده محترمة. السكينة بتبقى في ايه؟ في مية سخنة. انا بقى كمحمد بقى اخد دي واكلها. انا كمحمد ايه؟ ماليش دعوة بالكلام ده خالص ولا بالقشطة. انا باكل الكلام ده اهو، اخدها واقعد اكل فيها. كلام جد والله. فاهمة ازاي؟ ولا بقشطة بقى ولا بأي حاجة خالص، اكلها سادة. بعشقها ويا ساده ان شاء الله. تمام، احنا اتفقنا ان احنا نحترم بعض، وخصوصا احنا في شهر رمضان يا جمال. بالك احنا بس ايه، احنا في شهر رمضان وعايزين نحترم بعض شويه. ماشي، تعالى يا باشا. يلا خلاص، تعالى يا سعاده الباشا كده. نقوم واخدين عندنا شويه شربات كده صغيرين عليها. وبعد كده نقوم واخدين عندنا شويه الفستق من فوق.
وده الشكل النهائي لحلاوة الجبنة.